تحياتي لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، حياكم الله زملاء في الاستديو. ارحب بكم في هذه الفقره المميزه من فقره سوق الجبين، تعرفين ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار اللحوم المعروضه في هذا القسم المميز وكل طازج مع اخونا كاشف. كاشف السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك كاشف؟ الحمد لله زين. ما شاء الله كاشف، اليوم عندنا ما شاء الله لحم العيل هذا الباكستاني. أيوة المحلي. عيل باكستاني. هذا باكستاني. عجل باكستاني. أيوة خبرنا شو الاسعار اليوم؟ مع عظم 20 درهم. مع العظم؟ 20 درهم. 20. أيوة. لحم صافي. لحم صافي 30 درهم. 30 درهم اليوم. أيوة تقريبا اليوم. في نزول في اسعار لحم عيل مثل ما سمعتم مشاهدي الكرام، كان على 32 اليوم على 30 وكان على 22 اليوم على 20 درهم. نزل عندك كاشف، تعال نسير وياك قدام. طبعا هنا شرم ما تشوفون هذه القطع مشاهدينا الكرام اللي هي بالعظم. هاي بالعظم كاشف. ايوه هذا بالعظم. ايوه مع العظم اليوم مثل ما قلنا على 20. أيوة. هاي قطعه شو هذه؟ أيوة ركبة. ولا ركبة. الرقبه. أيوة. هذه ايوه ركبه. الرقبه هاي رقبه. هاي ريش. ريش وين؟ ريش. هذه الريش ما شاء الله اللي بالريش. بعد عندنا اليوم مشاهدينا الكرام، وهناك شو عندنا؟ الظهر. دوش. في هذه الضلوع. دوش. الدوش هذا. أيوة. الضلع يعني. أيوة. تكمل اليوم بعد 20 درهم نفس. أيوة. على 20. ايوه اي قطعه بالعظم. أيوة. اي قطعه بالعظم. أيوة. مشاهدينا الكرام اليوم على 20 درهم. ايوه على 20. انزين تعال كاشف نسير قدام نتعرف وياك بعد اليوم على اسعار هني اللحوم عندنا او الذبائح اللي تينا الاغنام من الهند. هذا الهندي هذا؟ ايوه هاي هندي. هندي كم اليوم واصل هندي؟ اليوم 33 كبير. 33. ايوه نزل السعر. أيوة. اول كان اول 35 34 اليوم على. أيوة. 33 درهم. أيوة. هذا اللي فوق معلق شو هذا كله؟ ايوه هذا هندي في... ولا؟ ايوه هندي. في اثيوبي. في بعد عجل بدون عظم. في عيل بدون عظم. أيوة. وعندنا الهندي عندنا الاثيوبي. زين. أيوة. اليوم الهندي ذبيحه كامله كم يطلع سعره؟ ذبيحه يجي 200 درهم 250 درهم يجي كامل. 250 والاثيوبي درهم. الاثيوبي يجي 180 درهم 150 درهم ناقص صغير. هذا سعر يكون. أيوة. هذا اللي في لي شو؟ هذا اللي مال باكستاني خروف. ما خروف باكستاني. باكستاني. أيوة. طبعا هذا شيء جديد قام يصير عندنا مشاهدي الكرام. قبل كان عندنا بس التيسه والغنم من باكستان، لكن الحين وصل عندنا بعد الخرفان الباكستاني اللي فيه لي. وعلى كم سعر الذبيحه؟ 35 درهم كيلو. 35 كيلو ذبيحه يعني قريب 260 280. ايوه 280. ايوه انزين هني عندنا بعد مشاهدينا الكرام خروف محلي. اللي يميز هذا المحل هنا تحصلون الذبايح المحليه موجوده باستمرار ما شاء الله، واحجام مختلفه اوزان مختلفه. بغيتوكم ب 15 ب 20 وتحت كل شيء موجود. بنشوف هنا كاشف كم اليوم سعر الكيلو؟ هذا 33 درهم. 33 درهم سعر الكيلو عندنا هني. هاي ذبايح المحليه محلي. مشاهدينا الكرام الخرفان المحليه. وهذه الجبود هنا على كم؟ هذا كبده 30 درهم 25 درهم بيها كامل. 30 الى 25 درهم. هذا من الذبائح المحليه. ايوه من الخرفان المحليه واسعار بين 30 الى 35. مثل ما خبرتكم هذا المحل يتميز ان تحصلون عنده الذبائح المحليه باستمرار وعلى حسب الاوزان والاسعار. طبعا كامل ذبيحه كامله. كامل ذبيحه 500 600. ايوه 500 600 يجي. 500 الى 600. أيوة. درهم عندنا اليوم الخرفان المحليه مشاهدينا الكرام. بننتقل وياكم بعد مشاهدينا الكرام نشوف محل ثاني وهني اخونا امير. امير السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا امير؟ طيب ما شاء الله. امير اليوم حاط مره ما شاء الله دعايه. اللحم الهندي يعني متواجد متوفر عند اليوم. هذا لحم الغنم الهندي يا امير. هذا غنم الهندي. ايه انزين متى هذا متى واصل اليوم؟ اليوم يجي هذا بس كيلو 32 32 درهم. أيوة اول كان شوي غالي 70. اول غالي بس 40 والحين رخيص. ما شاء الله. أيوة ما شاء الله. انزين ذبيحه كامله كم اليوم عندنا امير؟ في بس هذا اليوم يجي بس في 200 يعني 210 220. هذا شكل هذا السعر. أيوة. اليوم الكيلو الهندي مشاهدينا الكرام وصل الى 33 ولا 32؟ 32 درهم. واليوم متواجد متوفر طبعا عندنا اللحم الهندي مشاهدينا الكرام. مثل ما تشوفون عندنا هني ذبيحه مفصله وجاهزه، وان بغيتوا ذبيحه كامله بعد موجوده في عند المحل هنا عند اخونا امير. نكمل وياكم بعد نشوف اليوم عندنا هذا هني الخروف محلي ولا استرالي ولا شو هذا؟ استرالي محلي. اليوم يجي هذا استرالي محلي. ذبح الشارجة ذبحيني عيد بايني. ما شاء الله. انزين خبرنا اليوم شو كم سعر الكيلو؟ 35. 35 درهم. 35 درهم الاسترالي المحلي مشاهدين الكرام. طبعا هني مفصل كل شيء. امير الفخذ والكتف كله نفس السعر ولا هذا غير؟ هذا غير. لا 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 بس كله نفس نفس الشيء كله 35. هذا كتف هذا فخذ هذا كتف. نعم الكيلو على 35. 35 درهم اليوم عند اخونا امير مشاهدينا الكرام. امير نزل الجام هنا خلينا نسير وياك قدام
اليوم عندنا بعد ما شاء الله بنشوف هنا العيل الهندي والباكستاني. هذا بتلو هندي؟ هذا بتلو هندي. بتلو هندي اللي هو بتلو هندي يعني مشاهدين الكرام اللي هو يكون العيل الرضيع طبعا الصغير اللي يكون عمره ست شهر امير ولا كم؟ لا لا بس هذا ممكن بس ثلاثة شهر ثلاثة شهور تقريبا الى اربعة اربع شهر ما شاء الله. انزين وكم عندنا هنا سعر؟ هذا يجي اليوم هذا 35 كيلو 35 هذا لحم صافي ولا مع العظم؟ كويس طري لحم لحم صافي صافي 35 ده 35 ده قلت له طبعا المشاهدين الكرام عليه طلب وايد يطلبونه من الناس هنا ياخذونه حق المحاشي حق المفروم حق المشاوي ياخذونه يستخدمونه وسعر اليوم على 35 درهم طبعا هذا العيل رضيع عمره 4 شهور يسمونه البتلو حتى لونه يكم ما شاء الله غير لونه لون اللحم شوي وردي غير عن العيول الكبار اللي يكون لحمهم بين العنابي والبني الغامق نزل يا امير خلينا نشوف هنا عندنا العيل الباكستاني بعد اليوم ما شاء الله عند امير امير خبرنا شو الاسعار اليوم هذا يجي الباكستاني مال ادم 20 كيلو بدون ادم 30 بدون عظم 30 درهم مع العظم 20 20 يعني نزلت الاسعار كان على 32 قبل بالعظم مشاهدينا الكرام وصافي اللحم كان عفوا 22 بالعظم و32 كان بالعظم اللحم الصافي لكن اليوم اللحم الصافي على 30 وبالعظم بغيتوه بعد على 20 درهم يعطيك العافيه يا امير بارك الله فيك مشكور ما تقصر جزاك الله خير بنكمل وياكم بعد مشاهدين الكرام بننتقل محل ثاني بنشوف شو عندهم بعد اليوم من اللحوم شو عنده من اللحوم المعروضه هني السلام عليكم كيف الحال طيب يعطيك العافيه تعالوا وياي من ابوي خبرنا هذا شو اليوم لحم الهندي هاي لحم هندي في هذا لحم اثيوبيا اثيوبي وهندي بعد اليوم حصلنا هنا خبرنا شو الاسعار اليوم هذا لحم اثيوبيا هذا ب 30 درهم كيلو 30 عندنا الاثيوبي 30 عندنا الاثيوبي هنا شوفون عندنا هذه القطعه هنا ذبيحه مفصله وجاهزه وهني بعد حصرون اذا بغيت الشوربه حد يبغي الشوربه يحب العظم هذا موجود هنا مال خرفان المحلي وكم سعر الكيلو هذا 8 درهم صحن 8 دراهم سعر الصحن 8 دراهم عندنا الصحن هنا مثل ما تشوفون العظام مثل ما خبرتكم هذا يستخدمون اكثر شيء حق الشوربه اللي يحب الشوربه يسوي شوربه عظام ياخذ من الصحن هذا او الناس اللي تحب تسوي العيش بنكهه اللحم بس ما يبون فيه اللحم يسوون من هذه من هذه الصحون ياخذون يسوون الشوربه ويسوون فيها العيش الابيض طبعا وهني عندنا هذه القطعه خبرنا شو هذا لام هندي الغنم الهندي هنا ما شاء الله اليوم كم سعر الهندي هذا كيلو 35 35 على 35 درهم هني عندنا اللحوم هاي او عندنا الغنم الهندي مثل ما تشوفون ذبيحه كامله مفصله وجاهزه هنا مقطعه ان بغيتوا المفروم بعد شو من المفروم هذا هذا مفروم بدون ادم 45 45 ها اللحم الصافي لحم صافي على 45 درهم انزين وعندنا هناك الكبود هذا خبرنا عنها خلينا ننزل وياك هني نشوف هنا مشاهدينا الكرام بعد عندنا هني اللي تشوفونه ما شاء الله هذا كبده مال المحلي هذا المحلي المحلي كم اليوم هذا هبه 15 درهم 15 درهم وايد هبه 15 درهم الصحن صحن 30 هذا هبه 15 نعم وهذا اثنين هبه 30 ايوه تمام يعني القطعه ب 15 صحن كامل بغيته بقرعتين على 30 درهم وعندنا هني كبد العيد هذا كبده مال الاجل باكستاني كم بعد اليوم ما شاء الله هذا 30 درهم كيلو 30 30 درهم عندنا اليوم سعر كبده العيل الباكستاني زين نسير نشوف وياك بعد هناك اليوم اسعار لحم العيل مشاهدينا الكرام شيء عندنا محلي ولا باكستاني ولا ذبحوين هذا؟ لا هذا باكستاني من الطياره طياره هذا طياره كم اليوم بالعظم؟ 22 بالعظم 22 بالعظم وعندنا الصافي بدون عظم 32 32 32 الى 22 درهم طبعا هذه القطع هنا شرها ما تشوفونه وهذا عندنا هنا شو؟ هذا نفسه هذا مال صدر وريش نفس الشيء هذا كله باكستاني كله باكستاني انزين خلينا نفتح هنا وياك شويه نشوف هنا بعد وياكم مشاهدينا الكرام هذا مال بولالو يعني موزه هذه الموزات موزات كان 18 ولا 15 هذا 15 درهم مع العظم 15 مع العظم وبدون عظم 35 بدون عظم 35 وعندنا هني بعد الديول هاي يسوون منها طاجن يسوون منها طواجن طبعا هذا كيلو 25 كيلو 25 هذا مال الشوربه ها ولا هذا مال الشوربه ايوه اكثر شيء شوربه اكثر شيء يستخدمونه حق الشوربه مشاهدينا الكرام شكرا جزاك الله خير ما قصرت متابعينا مشاهدينا الكرام طبعا جولتنا كانت اليوم وياكم من قسم اللحوم في سوق الجبيل استعرضنا فيها وياكم عدد من المحلات وكان السعر شرا ما سمعتوا حد يبيع على 22 وحد يبيع على 20 و30 و35 على حسب انواع الذبايح اللي موجوده اليوم عندنا في سوق الذبيح يعطيكم العافيه نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه نرجع نكمل باقي فقراتنا مع الزملاء ومع السلامه.